هي هنادي الله يرحمها ما كنا نحسها خارج الوسط الفني. هلا كنا عم نحكي انه ست منى هي طول عمرها عايشه بالوسط باطراحنا وبافراحنا مع الكل موجوده. انا تعرفت عليها يعني حوالي تقريبا شي 13 14 سنه صار لي بعرفها من الصديقات اللي بعتز بصداقتها. بقول لها الله يرحمك يا هنادي وصبر قلب بنتك وامك واخواتك وصبر قلب الست منى، قدر الله ما شاء فعل، راح تبكر الله يرحمه. هلا انا مو لانه زميله، انا لانه بتربطني بهنادي وبزملائي ان كان ليلى ولا ان كان مرح ولا ست منى واصف، علاقه طيبه ومحترمه وغاليه وفي عمر يعني وفي اعمال مشتركه بيناتنا. بعيدا عنهم هنادي من الناس اللي كمان بتربطنا في علاقه كثير طيبه. يعني هنادي حضوره كان جميل بيناتنا، كان طيب كان رائع، وإمتى ما وجدنا كانت الضحكة ما تفارقنا. يعني الله يرحمه. أنا وقت بتجي الست منى واصف هلأ أنا وقاعدة جنبها بتقلي شو عم بيصير، أنا عم ودع واحد ورا واحد، بقول الله يعطيكي طولة العمر يا ست منى واصف. كلام صعب بس هم السابقون ونحن اللاحقون، الله يرحمه.